هنا بين جنبات مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون بحي زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس، يلتئم هذا الحفل لتكريم المبدعين تحت عنوان فرسان الكلمة والموسيقى واللون، ومن المكرمين الفنان الراحل محمد حسن. وأنا طبعا ممنون جدا بتكريم الأستاذ المرحوم الفنان المبدع محمد حسن الذي أبدعنا بكثير من الأعمال الغنائية والموسيقية والتي لن نجد في المستقبل ممكن من يحل محله. فنانون مخضرمون كرموا بعد أن تركوا بصماتهم المتفردة في الموسيقى والتلحين وفي الكلمة الغنائية وفي الفن التشكيلي، وفي مقدمتهم الباحث في الموسيقى والتراث الدكتور عبد الله السباعي. طبعا كانت فرصة طيبة جدا في هذه الليلة أن نلتقي في مناسبة تكريم لمجموعة من المبدعين في فنون الكلمة والموسيقى واللون، وطبعا أنا حقيقة كنت واحد من المكرمين، ويعني يسرني أن أتقدم بالشكر بكلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس. الحفل بمجهود وتنظيم من طلبة وطالبات المعهد العالي لتقنيات الفنون وبرعاية من الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق، وقد مثلها رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة حسن نيس. هذا المهرجان نحن مستمرين في تكريم مبدعينا وفنانين العمالقة الذي لهم تاريخ في 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 ليبيا. نحن كدورنا في الثقافة ضروري من إبراز هذه النخب الفنية والعلمية. هذا الحفل هو التاسع ضمن جملة ملتقيات للفن والإبداع وتكريم المتألقين كلمسة وفاء من طالبات وطلبة الفن الليبي.